ممكن أسألك سؤال وتجاوبني بشكل مباشر من غير ما نحكي قصص. مين اللي بيحارب نادي الزمالك يا كابتن ميدو؟ دي إجابة بقى. لا، نادي الزمالك مين؟ في صراعات تاريخية بقالها أكتر من 25 سنة ما بين أنا عايزة إجابة من الحاضر، طيب بلاش اللي هو الماضي، وقول لي مين وبعد كده إيش. لغاية دلوقتي الأستاذ ممدوح عباس والمستشار مرتضى منصور بينهم خلافات بقالها أكتر من 25 سنة ومستمرة لغاية يومنا هذا. أنا وأنا بكلمك دلوقتي نادي الزمالك مش عارف يتصرف في فلوسه، عنده فلوس في حسابات مش عارف يتصرف فيها بسبب أن الأستاذ ممدوح عباس رئيس النادي الأصبع حاجز على بعض الأرصدة في نادي الزمالك. الوضع ده وضع مش طبيعي، ولازم الدولة تتدخل، ولازم يبقى فيه جلسة. الجلسة دي تكون واضحة جدا. الأستاذ ممدوح عباس ليه حق، ليه فلوس جوه نادي الزمالك، هو أقرضها لنادي الزمالك في وقت من الأوقات. لو ليه حق والحق ده فعلا هو لسه ما خدوش زي ما هو بيقول، لازم نادي الزمالك يسدد له فلوسه عشان ما يفضلش الزمالك عايش طول عمره في الدوامة دي. طب من غير ما ندخل في تفاصيل، يعني اللي بيحارب الزمالك ولاده؟ لا، في صراع، ما انا بقولك في صراع. ميدو ايه، انت ينفع تكون رئيس النادي في يوم من الايام؟ طبعا ينفع، ليه لا. طب هل بتسعى لذلك؟ لا والله. او ممكن تسعى لذلك؟ والله لا، ممكن اسعى لذلك في يوم من الايام طبعا، انما انا يعجبني صراحتك طبعا. ليه يعني انا ابن نادي الزمالك وراجل متربي جوه نادي الزمالك من وانا عندي 8 سنين، وراجل في عز ما انا كنت بلعب في اوروبا كان دايما حلمي ان انا ارجع الزمالك وانهي حياتي في الزمالك، واعتقد ان حق شرعي ليا ان انا في يوم من الايام. طيب مين ممكن انت تسنده في الانتخابات اللي جايه؟ مين ممكن اسنده من غير قصص؟ طب مين لو مين اللي داخل يعني؟ لو مين يعني قولوا لي مين اللي داخل؟ ما انا ممكن مش يسمعك حد دلوقتي يتشجع ويترشح. والله وقتها هساند اللي انا عارف ان هو هيعرف يدير نادي الزمالك. عمري ما هساند حد مهما كان مين، وانا عارف زي مين يا كابتن. مش زي مين، ايا كان مين. مين على فكره داخل؟ انت مراوغ جدا خالص والله. قولي لي مين اللي ما داخل؟ باخدش اجابات صريحه منك ابدا، انت فيشي كل حاجه ما عندك فيشي خالص والله خالص. مين نفسك يترشح؟ طيب انا نفسي حازم امام يترشح. حازم امام؟ طيب نفسي. قول اسم بقى. ما انت بتساليني وانا اجاوبك. نفسي حازم. طب تفتكر لو حازم امام اترشح هيفوز؟ على حسب حسابات الانتخابات. على حسب مين داخل قدامه. حازم امام اسطوره في نادي الزمالك، وابوه الله يرحمه كابتن حماده امام اسطوره في نادي الزمالك، وجده الله يرحمه اسطوره في نادي الزمالك. فهو انا شايف ان حازم عنده كل المقومات لو خد مسانده صح، لو خد مسانده صح من كل الجهات ومن جوه نادي الزمالك، واختار الاشخاص الصح اللي يشتغلوا معاه هينجح. هيبقى رئيس يعني هيبقى رئيس مشرف لنادي الزمالك. وانا مؤمن ان الحياه اجيال بتسلم بعض. الجيل دلوقتي بتاع حازم ممكن في وقت من الاوقات يفكر ان هو في يوم من الايام لازم يبقى رئيس نادي الزمالك.